في محافظة البيضاء، يتقدم مقاتلو المقاومة الشعبية إلى الأمام رغم شح العتاد مقارنة بما تمتلكه ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح. تطورات متسارعة على الميدان في مناطق عدة بالمحافظة بعد عمليات عسكرية واسعة للميليشيا بالتقدم في الجبهات، إلا أن المقاومة أجبرتها على التراجع رغم ما تدفع به الميليشيا من تعزيزات وعتاد عسكري ثقيل إلى المحافظة، إلا أنها تخسر الكثير من مقاتليها يوما بعد آخر، خاصة في مديريات الزاهر وذي ناعم وآل حميقان. قتلى وجرحى من الميليشيا كانوا حصيلة المعارك الأخيرة التي شهدتها مديرية الزاهر وآل حميقان بعد معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة عقب هجوما للمقاومة الشعبية على مواقع الميليشيا في مناطق حيد الملح وغيل العرام. وكالمعتاد يكون لطائرات التحالف العربي دور في المعارك، حيث شاركت في المعركة الأخيرة واستهدفت مواقع تتبع الميليشيا والمخلوع في منطقة ناطع الواقعة بين البيضاء ومأرب. وبعد كل هذه الضربات التي تتعرض لها الميليشيا برا وجوا، تلجأ إلى استهداف المدنيين في مناطق خارج دائرة المواجهات، وهو ما يجعل جرائمها تتعاظم أمام الرأي العام.